البورصة المصرية اتجهت للتراجع بشكل جماعي فيما يتعلق بالمؤشرات بنهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين، وهذا بتأثير مباشر بالمبيعات الخاصة بالعرب والأجانب وسط ارتفاع ملحوظ في سيولة السوق. نتابع معكم حركة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، التراجع بأكثر من 13%، يغلق المؤشر عند مستوى 13627 نقطة. مؤشر EGX70 يتراجع بشكل طفيف في جلسة اليوم. يتراجع أيضا مؤشر المئة بنهاية التعاملات بأقل من نقطة، والإغلاق عند 1389 نقطة. حجم التداول بلغ في ختام التعاملات 775 مليون و890 ألف جنيه. على مستوى القطاعات نستعرض معكم أداء قطاع الموارد الأساسية، والذي كان تصدر خلال الأسبوع الماضي قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة تجاوزت 14.5% بسبب هبوط سهم حديد عز بعد تحقيق خسائر ضخمة بقيمة 1.270 مليار مليون جنيه، مقارنة بالصافي ربح يقدر ب 184 مليون جنيه خلال فترة المقارنة. وبعد انخفاض السهم بنسبة وصلت ل 5.18%، يغلق سعر سهم حديد عز اليوم بدون تغيير عند 8.22 جنيه. أيضا سهم الألومنيوم العربية أغلق بدون تغيير عند 13.11 جنيها. أما عز الدخيلة فأغلق عند سعر 691.76 جنيها، وهو صاحب الوزن الأكبر أو الدور الأكبر في الهبوط الذي شهده مؤشر EGX70 منذ مطلع العام، ويستحوذ على 30% من الوزن السعري لمؤشر السبعين. هناك من يرى طبعا أنه لتجنب التأثير القوي لسهم عز الدخيلة على المؤشر السبعين يجب تقسيم السهم حتى ينخفض وزنها النسبي عن المؤشر ويخلق سيولة أكبر بالسوق، لكن تبقى هذه ضمن الرؤى المطروحة في السوق. نذهب بعد ذلك لمصل الألومنيوم الذي حقق مكاسب ب 14%، وأسك للتعدين أيضا ارتفع ب 2% تقريبا بنهاية التداولات. شهدت جلسة اليوم تداول على 162 سهما ارتفع منها 66. على رأس القائمة القاهرة للخدمات التعليمية قناة السويس للتكنولوجيا العامة لمنتجات الخزف وسي اي كابيتال ويونيفرسال لمواد التعبئة، بينما حافظ 40 سهما على سعر الإغلاق السابق، وتراجع 56 سهما على رأسهم النصل الأعمال المدنية، مطاحن شمال القاهرة، ابن سينا فارما، منفيس للأدوية، والإسماعيلية الوطنية أو فوديكو.